الحمد لله الذي أكرمنا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم رحمة مهداة للأنام، وجعل من سيرته مثالا يحتذى في التوحيد والأخوة وصلة الأرحام. وأشهد أن لا إله إلا الله ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا محمدا أرسل الله في زمن عم فيه الظلم والضلال، وطغت فيه على النفوس العصبية والإجرام وعلى المعاملات الفسوس والآثام، فكان صلى الله عليه وسلم رحمة تطهر العقول والأرواح والأجسام. صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الكرام وعلى التابعين لهم بإحسان ما دامت الأيام والأعوام. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته. لقد أرسل الله تعالى المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، فقال صلى الله عليه وسلم عن نفسه: إنما أنا رحمة مهداة بضم الميم، أي هدية من الله تعالى للعالمين، مصداقا لقوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقوله سبحانه: بالمؤمنين رؤوف رحيم. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة بكسر الميم، أي هادية تهدي العالمين إلى الصراط المستقيم، مصداقا لقوله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والرحمة المهداة بكسر الميم تتجلى في المعاملات حينما تتحلى القلوب بالرحمة المهداة بضم الميم. ونحن في ذكرى مولده صلى الله عليه وسلم، يجب أن نتعلم أن الاقتداء به صلى الله عليه وسلم أمر واجب ولازم، فنترحب ونتعاطف حتى نقدم الحجة والبرهان على أننا قد قبلنا من الرحمن هذه الهدية الهادية. فحينما نتذكره صلى الله عليه وسلم ونقرأ سيرته، يجب أن نعيش مشاهد حياته التي نقرأها كأننا نسمعها ونراها وكأننا جزء منها، نحزن لحزنه صلى الله عليه وسلم ونفرح لفرحه صلى الله عليه وسلم، لأن سيرته صلى الله عليه وسلم كانت منهجا عمليا يقتدى به، فهي رحمة مهداة لكل العصور والأجيال. والله تعالى يقول: وذكرهم بأيام الله، ويقول سبحانه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. والرحمة والإيمان متلازمان، بقدر ما يتقرب العبد من ربه يكون رحيما، وبقدر ما يبتعد عنه يكون قاسيا، فمؤشرهما يتحقق بتناسق ارتفاعا وانخفاضا، زيادة ونقصانا. ما رحم الإنسان غيره إلا مع زيادة الإيمان، وما قسى إلا بنقصان الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن اقتدى به صلى الله عليه وسلم يكون رحيما بنفسه بحيث لا يحملها ما لا تطيق، رحيما بوالديه. وقد قال صلى الله عليه وسلم للرجل الذي استأذنه في الجهاد وله أبوان كبيران: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما ففيهما فجاهده. رحيما بأطفاله، وقد كان صلى الله عليه وسلم حين يسمع بكاء الصبي يخفف في الصلاة خوفا من أن تكون أمه معه في الصلاة. رحيما بأهله، وقد قال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. رحيما بجيرانه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بالسبابة والوسطى. رحيما باليتامى والأرامل والمساكين، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وهو صلى الله عليه وسلم رحمة في العبادات، قد شرع لنا في الصلاة التيمم للمريض وفاقد المال،
وشرع في الصيام الأكل للمريض والمسافر، وأعطى الفقراء من دفع الزكوات، وشرع في الحج النيابة لمن فقد الاستطاعة. وهو صلى الله عليه وسلم رحمة من في المعاملات، قد حرم الاختلاس والغلول والسرقة والربا لما فيها من استغلال حاجات الضعفاء رحمة بالأموال، وحرم الزنا والقذف رحمة بالأنساب والأعراض، وحرم الظلم والاعتداء والقتل رحمة بالأجساد والأنفس، وحرم الخمور والمخدرات رحمة بالعقول والألباب. وهو صلى الله عليه وسلم هو رحمة في حربه كما هو رحمة في سلمه، فليست الحرب عنده للتدمير وقتل البشر، بل إنها لمواجهة من يحمل السلاح ضد الأمة. فلنقارن بين الحرب في الإسلام وبين الحروب التي أدارها اليوم دعاة الحضارة وحقوق الإنسان. إنهم لم يراعوا في حروبهم الأطفال ولا النساء ولا الشيوخ ولا رجال الدين عندهم، إنهم هدموا المستشفيات على مرضاها، وأحرقوا المحاصيل الفلاحية وحيواناتها. على سبيل المثال، لقد أسفرت الحرب العالمية الأولى عن ضحايا تقدر ب19 مليون قتيلا، أكثر من نصفهم مدنيون. وأسفرت الحرب العالمية الثانية عن ضحايا تقدر ب65 مليون قتيل، بينما تتبع العلماء غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم كلها على مدى 10 سنوات، فوجدت أنها لم تسفر إلا عن 1018 قتيلا من كلا الفريقين من الكفار والمسلمين معا، كلهم عسكريون ليس فيهم مدنيون ولا نساء ولا أطفال. ورغم ذلك أقام صلى الله عليه وسلم دولة وأحيا أمة وأثبت العقيدة وأصلح المجتمع. قارنوا يا عباد الله بين هذا وذاك لتدركوا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم رحمة مهداة في حربه والسلم. ولتدركوا بحق معنى قول الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.